أكثر من 50 عاما مرت على إنشاء السوق المالية السعودية، سوق لا تزال في سعي دائم لتطوير آليات العمل فيها بهدف ضمان استقرار سير التداولات وللحفاظ على استقرار السوق من التذبذبات الحادة التي يمر بها المؤشر بسبب التطورات الخاصة بنحو 156 شركة مدرجة، إضافة إلى ما تسببه الأحداث المحلية والإقليمية من مشاكل لأداء السوق. السوق السعودي يجب أن يبدأ من حيث انتهى الآخرين، يجب أن نشاهد الممارسات التي تتم في أسواق متقدمة قبلنا ونستفيد من 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 مما قاد مارسوه. لسنا بحاجة أن نقوم بالتجربة والخطأ حتى نصل إلى اتجاه إلى القرار الصحيح. هناك أشياء نحتاجها، نحتاج إلى صناع سوق، قد نحتاج إلى سوق ثانوية، نحتاج إلى تنفيذ بعض الممارسات التي أعتقد إن شاء الله أنها بالطريق، ولكن مثل ما يقال المال عديل الروح، وبالتالي التعامل مع المستثمرين الأفراد وبأموالهم مهما سكن المبررات وغير ذلك فلن يقبلوها. لهذا أتمنى أن نسابق الزمن ونضيف بعض التشريعات التي تساعد على ثبات السوق. وتشير التقديرات إلى أن عدد الشركات الخاسرة في سوق المال السعودي وصل إلى 44 شركة، بلغ مجمل خسائرها 25 مليار ريال بنهاية العام الماضي، ما يؤكد مجددا على ضرورة تطوير آليات العمل في السوق لإضفاء مزيد من الشفافية على عمل الشركات المدرجة. واحدة من الآليات 10% أنا غير مقتنع فيها في السوق السعودي، اللي هو التذبذب اليومي لشركات الاكتتاب، أعتقد أنها غير عملية. أعتقد أنه من الأفضل أنك تضع اليوم الأول مفتوح، ولكن في سعر الافتتاح تضع 10%. أنا أعتقد هذا أول معوق. ثاني المعوقات أو من الأشياء اللي أنا اللي ملاحظات عليها، أنه إلى الآن لم نفعل سوق الماني ماركت نسميه، أو سوق الصكوك والسندات، وأخص بالصكوك لأن احنا نتعامل إسلامي يعني معظم السعوديين. أعتقد أن هذا السوق إلى الآن لم يعطى حقه. إذا نشوف ماليزيا، دبي، بحرين، معظم الدول تستغل هذا السوق في استقطاب استثماراتنا احنا كسعوديين. وشرعت هيئة سوق المال خلال الفترة الماضية في اتخاذ عدد من الإصلاحات التنظيمية بهدف ضمان استقرار السوق وجذب المستثمرين إليه وتحقيق العدالة بين المتعاملين في هذا القطاع والتصدي لحالات التلاعب التي قد تحدث في بعض التعاملات. الهيئة باشرت في طرح جملة من المبادرات، وقد بدأت بالفعل في تنفيذ بعضها خلال هذا العام، والبعض الآخر قيد الإعداد واستكمال التنظيمات اللازمة لها. ومن بين تلك المبادرات التي بدأت الهيئة بتنفيذها تفعيل المهام الواردة في بنود الفصل الثالث من نظام السوق المالية، والتي حددت اختصاصات ومهام شركة السوق المالية السعودية تداول وضوابط عملها، وذلك إنفاذا لأحكام نظام السوق المالية الذي فصل الدور الرقابي والإشرافي للسوق والمتمثل بهيئة السوق المالية، وحدد صلاحيات ومهام واختصاصات كل جهة وفقا لأفضل المعايير والممارسات المطبقة في هذا المجال بما يحقق الكفاءة المثلى في الأداء. وفي هذا الإطار تم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والسوق المالية تداول، وتم وضع خطوط عريضة لتفعيل مهام تداول، وحددت اللجنة جدولا زمنيا للتنفيذ بحيث لا تتأثر السوق بتنفيذ هذا الفصل. ويضاف إلى المشاكل التنظيمية التي تواجه سوق المال السعودي مشاكل متعلقة بالمستثمر الفرد، إذ يؤكد المتخصصون على أن سلوك المستثمر المحلي أكثر عاطفية وتأثرا بالأحداث والإشاعات التي قد يسمعها من هنا وهناك، وهو ما فسر الانخفاضات المتعددة التي ضربت السوق لا سيما في منتصف يونيو الماضي عندما هوى المؤشر دون مستوى 7300 نقطة. السوق جاذبة للعالم كله، من الأسواق الجاذبة الحقيقة في العالم إذا حسبت على مكررات الأرباح. التأثيرات النفسية هذه عندنا الحقيقة هي اللي تأثر تأثير كبير. يعني أنا كلمت قبل شوي عن الأزمات السابقة الحقيقة وتأثيرها، يعني الأسواق العالمية 2008 احنا نزلنا أكثر منهم، يمكن 70% كنا نزول، هم كانوا 30-40% تقريبا نزولهم. الآن هم رجعوا لمستوياتهم السابقة والدبل، أعتقد بعض الأسواق وصلت يمكن إلى أسعار أعلى من أسعارهم السابقة بكثير، وإحنا إلى الآن لسه يمكن ما بعد وصلنا الحقيقة
للمستويات اللي كنا فيها قبل الأزمة. وبالمقابل تبرز أهمية ملحة لإضفاء صبغة العمل المؤسسي على الاستثمار في سوق المال السعودي، والذي يعاني من كثرة المستثمرين الأفراد في ظل وجود 86 شركة مرخص لها بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة. أكبر عائق عندنا احنا تكلمنا عنه في سوقنا، وهو أنه اللي يحكم الحقيقة أفراد مستثمرين، هذا ما نقدر نغيرها بيوم وليلة. أول شيء لأن طبيعتنا حنا نريد أن ننشط فيه هذا السوق أفراد، وكل عنده شوية قروش ويدخل فيها. الثانية بحاجة كبيرة جدا للمؤسسات المالية متخصصة، يجب أن تثبت يعني مصداقيتها لهؤلاء المستثمرين لإقناعهم لأن يساهموا من خلال هذه المؤسسات. أنا متأكد أن أعداد الأفراد قل كثير نسبيا عما كان عليه، وأنا متأكد التوجههم للعمل المؤسسي واضح. في ظل هذه التحديات أطلقت السوق المالية خلال الأشهر القليلة الماضية عددا من الإجراءات والآليات الجديدة، منها إصدار لائحة سلوكيات السوق، كما أصدرت هيئة سوق المال قواعد جديدة مقترحة للتعامل مع الشركات التي تتجاوز خسائرها 50% من رأس المال. وقدمت السوق السعودية اقتراحا بتعديل آلية احتساب سعر الإغلاق لتكون وفقا لمتوسط سعر الصفقات وليس حسب سعر آخر صفقة كما هو معمول به حاليا. أولا، قرارات هيئة سوق المال صنفت الشركات الخاسرة في السوق السعودي إلى 3 شرائح: شريحة من 50 وأقل من 75% خسائر من رأس المال، وشريحة الأخرى من 75 وأقل من 100% خسائر رأس المال والمئة في المئة. عموما كانت القرارات أنه يكون هنالك المطلوب من هذه الشركات عملية إفصاح عن خطة مالية لتحسين أوضاع الشركة، وكذلك مربوطة بمدة زمنية يعني لا تترك مفتوحة حتى تضغط على هذه الشركات أنها تحسن وتعمل على تحسين القوائم المالية والعملية التشغيلية لهذه الشركات. كما أدرجت السوق المالية السعودية قطاعا جديدا ضمن قطاعات سوق الأسهم المحلية، وهو قطاع حقوق الأولوية، في خطوة من شأنها تمكين المستثمرين من شراء أسهم الشركات التي تقوم بعمليات زيادة رأس مال من حين لآخر، ما يعني مزيدا من الاستثمارات الإيجابية الآمنة في السوق المحلية. سابقا كانت حقوق الأولوية غير قابلة للتداول ولم تكن تودع في محافظ المساهمين. حاليا المساهمين المقيدين يوم انعقاد الجمعية العمومية سوف يتم إيداع حقوق أولوية قابلة للتداول في محافظهم الاستثمارية. طبعا سوف يتاح بيع هذه الحقوق لفترة 8 أيام عمل، سوف يكون بقدرة المساهمين المقيدين بيعها أو حتى تداولها، ويمكن للمساهمين غير المقيدين شراءها في هذه الفترة والاكتتاب فيها. طبعا المساهمين المقيدين سوف يكون بقدرتهم الاكتتاب في حقوق الأولوية خلال فترة التداول كلها. أما المساهمين الذين اشتروا الحقوق أثناء فترة التداول فقط فسوف يتاح لهم 3 أيام للاكتتاب بعد فترة التداول. بعد المرحلة هذه سوف يكون هناك بيع الكسور وطرح الأسهم غير المتبقية للبيع. طبعا سوف توضح تفاصيل هذه الآلية في نشرة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة سوق المال. وارتفع مستوى إفصاح الشركات من خلال إعلاناتها في الموقع الإلكتروني لتداول خلال العام الماضي بنسبة 26.4%، ويبدو بأن هذه الإجراءات والآليات الجديدة بدأت تؤثر بشكل إيجابي على أداء سوق المال السعودي والاستثمار فيه. من أهم أهداف هيئة سوق المال وتداول هي رفع كفاءة السوق. كفاءة السوق تحتها بنود كثيرة، لكن من أهمها تخفيض التكاليف، إتاحة الخيارات، زيادة الشفافية، وجذب المستثمرين وجذب المصدرين. وعند الحديث عن تطوير سوق المال لابد من الحديث أيضا عن تطوير سوق الصكوك والسندات في المملكة، والذي لا يتجاوز الاستثمار فيه حاليا 3% مقارنة بالناتج المحلي، في حين أن أسواق السندات في الأسواق الناشئة تعادل 50% من حجم الناتج المحلي. إن هيئة السوق المالية تتطلع إلى تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق المالية المحلية وتطوير سوق الصكوك والسندات،
ولا نخفيكم بأننا غير راضون على الوضع الحالي لسوق السكوك والسندات المحلي، فكما تعلمون فإن حجمه حسب أحدث الدراسات لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي، بينما الأسواق المشابهة في العالم تتراوح تلك النسبة من 50 إلى 100% من الناتج المحلي. كما إن ما يوفره سوق السكوك والسندات من حجم الإقراض لدينا لا يتجاوز 6.7% من حجم الإقراض العام، بينما تصل تلك النسبة في الأسواق المشابهة والأسواق العالمية ما بين 45 إلى 60% من حجم الإقراض الكلي. ويبقى تطوير السوق السعودي عنصرا مهما للنهوض بقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني للمملكة لتجنب مشاكل إفلاس بعض الشركات وتشجيع الاستثمار المؤسسي في السوق لإبعاد الصبغة العاطفية والمزاجية والتي يتسم بها أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط، صفة كبدته عشرات مليارات الريالات نتيجة مخاوف من الأحداث السياسية المحلية والإقليمية والدولية.